وصلت الجامعة، تعرفون مقص الاختبارات ذاك اللي كأنه أول اختبار لكم بالجامعة، حرفياً هذا أحس الشعور الحين، وحرفياً ما أدري شلون ذاكرت يعني، لأنه يعني كذا أسرع اللي بخلص فهمتوا، أحس إني مو عارفة شلون ذاكر، فإن شاء الله خير. صرنا ما يبان البنات، خلصت اختبار وجالسة أطلب من دانكن. تقريباً فتح الأسبوع اللي فات، يا تفضلي. شو جبت لأختي معي لأنه حرفياً توقعني الحين ما صحت، فجبت لها فطور كرسان وشوكليت، يعني شيء ندلعها. بما إني رجعت اليوم، طبعاً كان عندي الاختبار من 9 لين 10، والحين رجعت أخذت لي فطور لأنه حرفياً صحيت. طب خلينا نقول لكم سالفة من قبل، شلون ذاكرت هالمادة؟ طيب أمس حاولت حرفياً بكل شتى الطرق بعد ما رجعت من الاختبار، حاولت إني أذاكر المادة اليوم. تعرفون من عقلكم يوقف، تحسون إنه خلاص يعني ما تبغون تذاكرون، طفشتوا نفس ال شلون أقول لكم، نفس المادة كريهة شوي. طيب يعني اللي كنت أشتغل فيه بعملي غير اللي بعد أذاكره، وأنا من نوع الناس اللي أكره الأشياء النظرية والحفظ والأشياء اللي زي كذا، مرة أكرهها وصدق أدقر عندها. المهم وأنا جالسة حسيت إني دايخة، يعني ماني مركزة. أوكي جالسة أقرأ بس أنا ماني مركزة، ولا كلمة أحس إنها رسخت يعني عقلي. فالمهم إني نمت، طيب حرفيا نمت وما ذكرت، نمت تقريبا الساعة 10:30 وضبطت المنبه على الساعة 6، قلت اني اقوم افطر كذا واذاكر. المهم قمت 6 وذاكرت وخلصت كل شيء، عاد 8:30 رحت الجامعة. حرفيا شفت الاشياء اللي تركزون عليها، يعني تقولون هذا يمكن تجيبوا اكملي، هذا يمكن تجيبوا عددي، نفس الاشياء اللي ركزت عليها هي اللي جت. اهلا اهلا، مساء الخير. طبعا ادري اني فوت كم يوم كذا لانه امس ما كان عندي اختبار، حرفيا كنت احتاج اني ارتاح. طبعا ما ارتاح لانه عندي شغل، فاشتغلت بعض الاشياء العمليه، وبكره ان شاء الله عندي اختبارين. سو بالنسبه لذاكرتي، وصلني طلب للسوشي، حرفيا كنت مشتهيته فتره، وكنت يعني اقول انه خلاص بعد الاختبارات بعد ما اخلص مشغوله يعني فعلا. فاليوم خلاص ما قدرت اني ما اطبخ. ابي شكله شهي، شوفوا. طبعا مو نفس اللي طلبت منها قبل، لان اللي قبل كلمتها قالت انها مشغولة اليوم كذا، يعني حرفيا خلاص يعني ابغى اليوم شهي شهي. ياي وسهلا، صباح الخير. طبعا الحين الساعة 7:30، صبر شلون اوريكم. الحين الساعة 7:30، اوكي. المهم انه اختباري يبدأ الساعة اول واحد يبدأ من 9 لين 10، وثاني واحد من 10 لين 11. شو الحين ببدأ اراجع اللي امس ذاكرته على السريع يعني.
أول شيء بمادة الساعة 9 عشان يعني 10 إن شاء الله يكون معي وقت أطلع قبل الإختبار. عشنا شو ننطلق للجامعة. المهم خلصت أول اختبار، باقي لي اختبار ثاني طبعاً لأني ما افطرت، نازلة آخذ من دانكن مسوي إن شاء الله ما كان خلص الدونات لأن حرفيا مرة مشتهيته. فيا أخذت الطلب وبطلع برا أكل وبنفس الوقت أذاكر المادة الثانية. مو أذاكر صح إني شنو اسمه أطلع الجو جنة مرة فاضية الدنيا هني أحس إني خلص لكم. طبعا أنا أحب الجهة الخلفية ما أحب الجهة الأمامية من الجامعة لأنها تجيكم زحمة عادة. المهم إني بجلس شوي أراجع المادة اللي جاية اختبارها الساعة 10. فيا المكان من رايق، تسمع صوت العصافير وكل شيء حالكم. أحس كرواسان دانكن حلو بس ما يضاهي جمال وحلاوة وحشة كرواسان ستاربكس. مرة أحب كرواسان ستاربكس أكثر من دانكن. يعني كنت مشتهيه الدونات بس حرفيا ما ودي أكلها على بطني يعني فاضي كذا. بس والله بخلص أكل وببدأ أراجعكم من جديد. الحمد لله خلصت اختباراتي كلهم حلوين وسهلين الحمد لله. يعني سو بعد ما خلصت رحت للدكتورة أخذت كراسي لأن أخذتها منها قبل وقيمتها. فالحين جالسة انتظر سويا لقاء الجامعة الأسبوع المقبل إن شاء الله نكمل اختبارات. وبكذا يكون وصلت إلى نهاية الفيديو. أتمنى لكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والاشتراك ولا تنسوا الكومنتات بعد تحت. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.